قبل سنتين من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، حققت المعارضة اليمينية فوزا لافتا في انتخابات مجالس الأقاليم التي جرى جولتها الثانية الأحد، وحقق فيها اليمين المتطرف في زعامة الجبهة الوطنية مزيدا من التقدم. حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المعارض بزعامة نيكولا ساركوزي وحلفائه حصلوا على 66 مقعدا من أصل 100 مقعد ومقعد، فيما حصل اليسار الاشتراكي حزب الرئيس الحالي فرانسوا أولاند على 33 مقعدا. في النهاية سوف نسرع في التحضيرات لمشروع الجمهورية من أجل تغيير الحزب السياسي الحاكم. المشروع سيكون الشرط الضروري لإصلاح الدولة، لوقف هذا التراجع في الاشتراكية القديمة التي أغرقتنا وهوت منا في السنوات الثلاث الأخيرة. وكان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس عزى خسارة حزبه إلى التشرذم داخل اليسار الفرنسي. اليسار مفكك ومنقسم على نفسه في الجولة الأولى وتراجع إلى الوراء على الرغم من سيطرته على بعض مجالس الأقاليم المسجلة. حزب الجبهة الوطنية اليمينية المتطرف حقق انتصارا بالعديد من المقاعد، لكن دون الفوز بإدارة إقليم واحد على الأقل. نحن نقترب من الهدف، الوصول إلى السلطة وتطبيق أفكارنا وتقويم وتعديل أمورنا في فرنسا، نعيد لها حريتها، أمنها وازدهارها. الفقر والبطالة الكبيرة وتدمير هويتنا لا مفر منها. وقد بلغت نسبة التصويت 50.10%، حيث صوت 20 مليون فرنسي ممن لهم حق التصويت من أصل 40 مليون شخص. ويرى الناخبون أن الأحزاب المشاركة فشلت في ملفات الهجرة والأمن وتراجع الاقتصاد.